في البداية دعونا نذهب وإياكم إلى البصرة، وهناك متظاهرون يحرقون إطارات ويقطعون طريق الزبير قرب مستشفى الطفل احتجاجا على حضور هادي العامري واستلامه ملف إعمار البصرة. مباراة البصرة الآن، البصرة بعد هذه اللقطات التي شاهدتموها الآن نذهب إلى إحدى ردات الفعل وبطلها معمم يقول للمتظاهرين حرام عليكم قاطعين الشارع، ونشطاء عقبوا على المقطع الذي ستشاهدونه الآن بسؤال المعمم عن موقفه من الأحزاب السياسية والمعممين، ويقولون إنهم من يقفون وراء دمار العراق. رجال يا حلا معمم ما عندنا دين، احنا ما عندنا دين، ما عندنا دين، دين حي السنة. ما كان ما شيخ، يعني حرام عليك تطلع عن الشارع، ماكو دين، ماكو دين.